warahmatullahi wabarakatuh. This is the roof of the mosque. As you can see, unfortunately, needs a lot of repair here. Yes, I need your help. But your help would be very much appreciated. And if I look at the member as well, very simple. With the leakage from the top of the member, and there's some leakages at the back. And this is the barrier between the brothers and sisters. You can make it out of straw. And this mosque could take up to 200 people, male and female. The most beautiful thing in the mosque now is these two young people who are reciting the Quran in this mosque in the middle of the afternoon after 3 o'clock. يعني may Allah bless them. دي حالة المسجد اللي موجود هنا الآن. السقف يحتاج تصليح كثير جدا, وكذلك مش السقف, حتى المنبر بتاع الإمام عنده نشا كبير, وبعض الأماكن في الخلف أيضا فيها رطوبة زي ما انتم شايفين في الآخر هنا. وده الفاصل ما بين الرجال والنساء, معمول من زعف النخيل بتاع جوز الهند إن شاء الله. إمكانيات بسيطة جدا, لكن أجمل ما موجود في المسجد أنت الآن هو قراءة القرآن من هذين الشابين. أنا هطلب منهم يجوا يقرأ القرآن قدام دلوقتي. برزر, واحد فيهم هيجي خليه يقرأ القرآن هنا. sit down. What's your name? ها؟ علاء مؤمن محمد. Can you which سورة you're reciting؟ عن سورة بتقرأها؟ بسم الله. Is your voice. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم عين قاف. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهم والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض, ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها, وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته, والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذوا من دونه أولياء, فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله,
ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. جزاك الله خير. What's your name, brother? ها؟ إسماعيل. Which surah? صفات. اوكي بسم الله. شكرا جزاك الله خير. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن شيعته لإبراهيم، وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم، إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون آلهة دون الله تريدون، فما ظنكم برب العالمين. فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، فتولوا عنه مدبرين. فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون، ما لكم لا تنطقون. فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون. قال أتعبدون ما تنحتون، والله خلقكم وما تعملون. قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام، إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين. سلام على إبراهيم، كذلك نجزي المحسنين.
عبادنا المؤمنين. جزاك الله خير. In a mosque like this, we find these two young men sitting at the time of Asr, extremely difficult, extremely humid, extremely impossible to read Arabic, and they find this nice recitation. You have to understand that our religion is the ultimate and the final religion, and the book of Allah subhanahu wa ta'ala is the final revelation from Allah. حينما نجد أن في هذا المكان في ساعة العصر هذا المكان المسجد البسيط شباب امتلأ قلبهم بنور الإيمان يقرؤون القرآن بهذه السيرة وهذه السورة وهذه القدرة وتعلم أن كلمات الله هي الحق وأن الإسلام هو الحق وأن دين الله هو الحق وأن ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الحق وإن لم يكن عندهم من الإمكانيات التي عند الآخرين. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله.